خلاص عرفت هتعمل ايه؟ طبعا عيب عليك. اتفضل يا حضرة الامين. اكيد الواد ده نشال او حرامي. ايه يا عزمي البيبان بتاعتكو دي؟ معلش يا حضرة الامين. انت ايه بقى حكايتك بالظبط؟ ده ايمن حضرتك. واسمك ايمن ايه يالا؟ انت ده ايمن، ايمن ابني يا سيادة الامين. ايوه انت بتستعملني يد؟ انت بتخمني ومستخبي وسط الناس المحترمين؟ بخم ازاي بس؟ ما انا بس ما تتكلمش خالص، انت ترد عليا ولا ايه؟ حاجه غريبه قوي. انت منين؟ انت منين بقول لك؟ ارد يعني؟ لا ده انت شكلك مجرم وقديم في الاجرام بقى. قدامي يالا، قدامي. من النوبه حضرتك. وايه الصدير اللي انت لابسه ده؟ انت بقى اللي سرقت محل الهدوم اللي في السوق اللي جنبنا من يومين، مش كده يالا؟ الصدير ده كان متبلغ عنه من ضمن المسروقات. اني ما سرقتش حاجه، ده بتاعي. بالراحه بس يا حضره الامين. قوم يالا قدامي، قوم، القضيه لازم تتقفل. يا عم عزمي الحجني. طب الهداوه بس يا حضره الامين، تعالى بس معايا وانا هحل الموضوع ده. تحل ايه بس؟ تحل ايه؟ بقول لك السديري ده من ضمن المسروقات، لازم يتسلم ويتسجن لغايه ما يبلغ عن مكان بقيه الهدوم اللي سرقها. وقضيه بقى يعني فيها يجي 3 سنين حبس مع المجرمين والسوابق. ليه كده بس يا ابني؟ والله ما سرقت حاجة. طب خلاص خلاص، تعالى بس معايا. يوه ماشي ماشي يا عزمي، عشان خاطرك انت بس. يا عم ما تعيطش، جمد قلبك كده وانشف. خد حبيب قلبي. بقولك ايه، انا هعدي عليك بقى كل يوم اخوفولك شوية. لا يا سيدي ما نستغناش، بيتهيألي مش هنحتاجك تاني اصلا. ايه كان عليا بايه بس يا ربي؟ في ايه يا عزمي؟ الهدوم اللي اتسرقت طلعت ب5000 جنيه. يا خبر، وبعدين؟ بالعافيه، رضي ان كل يوم اديله فلوس شغلنا كلها لغايه ما المبلغ يكمل، وهو هيروح يديهم لصاحب المحل ويقنعه انه يتنازل عن المحضر. والله ما سرقت حاجة. بقول لك ايه، انده ياخدك يعني؟ لا خلاص خلاص، انا اسف. طب اسكت بقى ونام عشان تقوم فايق، ورانا شغل كتير. شغل ايه؟ بكرة هتعرف. نام دلوقتي يا حبيبي. حاضر. ايه ده؟ طب انتوا بتكفروا عليا ليه؟ عشان انت امانة عندنا، خايفين عليك يا سيدي. بس انا بخاف اقعد لوحدي. وانت من اهله. هاي يا خالة، طمنينا. مش موجود برضو في المستشفى دي؟ وبعدين بقى احنا دورنا في كل المستشفيات اللي في البلد وملوش اثر. يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت فين يا ضنايا؟ ما تقلقيش يا خالة، انا جاتلي فكرة. تعالوا معايا. على فين؟ على خالي سيدون، تعالوا معايا واني هشرح لكم. يا اهالي النوبة، طفل متغيب من العسر، اسمه فارس، لابس جلابية زيتي وسديري برتقالي. لو حد شافه النهر ده او عنده اي معلومات عنه يروح للقسم فورا. يا أهالي النوبة، طفل متغيب من العسر، اسمه فارس، لابس جلابية زيتي وسديري برتقالي. يا ريس قردوني، يا ريس قردوني. أيوة يا عم محمود. بقول لك، أني شفت امبارح عربية غريبة عننا، كانت واقفة ناحية المعبد القديم، وكان راكب فيها راجل مش من هنا وعمال يتلفت حواليه. كان شكلها ايه العربيه دي؟ كانت لونها اسود وقديمه، وكانت بتطلع دخان كتير وهي ماشيه، يمكن الشكمان مخروم. طيب يبقى لازم نبلغ الشرطه، يلا بينا.
ايه يا بكار بتفكر في ايه؟ هقولك، تعال معايا. هو يا عم كامل. مين؟ هاي بكار. ايه شارين عجله وعايزيننا نصلحها لكم؟ لا، فارس صاحبنا مش لاجيينه وخايفين لا يكون اتخطف. وعم محمود شاف عربيه سودا قديمه كانت واقفه جنب المكان اللي كنا بنلعب فيه، وبيقول ان شكمانها كان بايظ. يا ترى شفتها؟ ايوه، وعارف الراجل اللي كان سايقها ده جالي وانا صلحت له الشكمان. هو انت في سنة كام يا ايمن؟ سنة كام؟ في سنة حلوة يا جميل. ها؟ يعني ايه؟ يعني اسكت يا عادل لغاية ما نشوف هنلم الفلوس اللي انت دبستنا فيها دي ازاي؟ أني اسمي فارس على فكرة. شش، اسمك عادل. أنا قلت للأمين كده مبارح عشان أداري عليك وما يعرفش يدور وراك. معلش، أني آسف أني سببت لكم المشاكل دي. مكتوب علينا، هنعمل إيه؟ وإنتي عندك كم سنة يا ياسمين؟ يوه، خلاص خلاص، أديني سكت أهو. يلا، أدينا وصلنا الشغل أهو. اشتغل انا بياسمين وانت خدي عادل، وايمن يشتغل لوحده. ايه ده، هما مش هيروحوا المدرسه؟ لا، واخرس بقى بدل ما سلمك لامين الشرطه. احنا بنحاول نلم لك فلوس الهدوم بدل ما تتسجن. خلاص يا عزم، تعال معايا يا حبيبي. هو احنا هنعمل ايه؟ هنبيع مناديل. فين؟ صباحك عسل يا عسل، ساعديني ربنا يكرمك. متشكره يا حبيبتي، معايا مناديل. عايزه افطر الواد، ربنا يزيدك. خد يا حبيبي. لا 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 يا ست هان، ده ممنوع منه، ده عيان وعايزين اي فلوس نعالجه بيها. ياه، معلش، ربنا يشفيه. خد يا ماما. ربنا يفتحها عليك يا اميره. بس اني مش عيان. التجاره شطاره يا حبيبي. بس دي مش تجاره، ده تسول. صباحك فل يا قمر. ايه، هو انا كل يوم بقى هشتري مناديل؟ عايزه افطر الواد يا ست الكل. وانتي كل يوم هتقفي لي بعيل شكل؟ يعني مركزه قوي معايا. يلا يا واد. اني صلحت له العربيه يا فندم، بس ما كنتش اعرف انه خاطف الولد. معلش، مش مشكله، المهم انك تقول لي اي حاجه اقدر من خلالها ان اوصل له. مش عارف بقى اللي انا فاكره ده هيفيد سعادتك ولا لا. يا سيدي قول بس اللي عندك وأنا هشوف. حاضر، بص يا